نسمع. أصله في خبر آخر، وتحت إشراف سي محمد الهادي الزايري وهو معتمد البنيهلة ورئيس النيابة الخصوصية، تم البارح التفطن لمستودع عشوائي كان بمنطقة حدائق المنزة 2 في المنيهلة، معد لبيع الزيتون والمخللات، وين تم حجز أطنان منها غير صالحة للاستهلاك وما توفرش فيها أدنى شروط الصحة. نتحدث اليوم على إرهاب غذائي في بلادنا بعد الصور اللي قاعدين تشاهدوا فيها البارح من مكان حجز هذه المخللات. خلينا